إذن ضبط هذا الباب هو مهم جدا، حتى تنضبط عباداتنا، حتى تقبل الصلوات ويقبل غيرها، لا بد من أن نضبط باب الأغذية وباب الأطعمة. ولهذا السبب نجد أن باب الأغذية أو باب الغذاء الحلال كما يسمى الآن يحتل في اقتصاديات الدول، بل في اقتصاديات العالم كله، مرتبة كبيرة جدا. الدراسات تشير إلى أن تجارة الغذاء الحلال العالمية ستكون تداولاتها في عام 2020 في العام المقبل بسبب النمو السريع لها ستكون تداولات 6.4 تريليون دولار. تداولات التجارة الحلال في العالم ستصل في العام المقبل إن شاء الله تعالى إلى 6.4 تريليون، فهي دولار سنوي، فهي تجارة مربحة جدا، لأن هناك كثيرا من الناس يحرصون على أن يكون غذاؤهم حلالا مباحا، بل إن هذه التجارة الآن نشيطة جدا في أوروبا وفي أمريكا. أنشط تجارات الغذاء هي تجارة الغذاء الحلال عند المسلمين. هناك علامة معنا عند المسلمين، يعني الأمر الذي يكون موافقا للشريعة يسمى حلالا، عند اليهود يسمى كشر. تجارة الكشر هذه التي هي موافقة للتعليمات اليهودية، اليهود هم وحدهم من يصرون على أن يكون غذاؤهم، على أن تكون الذبائح موافقة للتعاليم اليهودية. هؤلاء هم اليهود، وهم يحرصون حيثما كانوا على أن تكون هذه التجارة، على أن تكون الذبائح وفق تعليماتهم اليهودية. لذلك ما كان يذبحه يهودي الإنسان يطمئن إليه، لأن اليهود حريصون كل الحرص على أن لا يأكلوا من اللحوم إلا ما يوافق معتقداتهم اليهودية. إذن هذه التجارة نعم كان لها نمو في أوروبا بسبب وجود اليهود هناك في أوروبا، ولكن اكتسحتها تجارة الحلال بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا تزال تجارة الحلال في نمو متصاعد سنوي. ومن هنا قدرت تجارة الحلال ب6.4 تريليون دولار كما ذكرت لكم. هذه التجارة، تجارة الحلال، سببها أن عدد المسلمين في هذه الأعوام، في هذا العام في 2019 فيما أحسب أنهم قاربوا أن يصلوا إلى 2 مليار مسلم، وهم منتشرون في العالم، يشكلون نسبة 25% أو ما يقارب ذلك من سكان الأرض. هؤلاء يأتون بعد النصارى الذين هم الأكثر الآن على حسب الإحصائيات، إن صحت هذه الإحصائيات، لكن كثيرين من النصارى الآن يقال إنهم نصارى، ولكن في واقع الحال هم ملحدون، ولكنهم نشأوا في أسرة نصرانية فيبقون على النصرانية. لكن الذين ينقصون عن النصرانية إلى الإلحاد الآن هم كثيرون جدا، فلا يكاد النصارى يزيدون الآن بعكس المسلمين، فهم بفضل الله سبحانه وتعالى في كل عام يتزايدون. بل إن الدراسات الجارديان وغيرها من الدراسات تشير إلى أن المسلمين بعد أعوام قليلة سيكونون هم الأغلبية في العالم، ويأتي من بعدهم الهندوس. هؤلاء، هذا العدد من المسلمين، 2 مليار مسلم، لو قلنا إن 3/4 هؤلاء هم الذين يحرصون على الحلال، أي 1.5 مليار، هؤلاء 1.5 مليار كم عددهم، كم يستهلكون من الغذاء الحلال، يستهلكون شيئا كثيرا. ومن هنا كان أمر الغذاء الحلال أمرا مهما جدا، هو مهم من الناحية الشرعية معنا للأسباب التي ذكرتها لكم كما يبينها فقهاؤنا رحمهم الله تعالى جيلا بعد جيل، وهو مهم أيضا من الناحية الاقتصادية، لأن تجارة الحلال الآن تجارة واعدة، وهي تجارة تكتسح كثيرا من الشركات أو الأنظمة الاقتصادية، فهم مجبرون على أن يقتفوا هذه التجارة، لأن الاقتصاديين أو لأن أصحاب رؤوس الأموال إنما يتحسسون مواضع الطلب الفعال، حيثما يكون هنالك ربح ويذهب ويصل إليه، سواء كان هذا موافقا لمعتقداته أم لم يكن موافقا لمعتقداته. ومن هنا فهي تجارة مربحة، وهي ولله الحمد الآن معها تجارة أخرى مربحة، وهي كلها مأخوذة من التزام المسلمين بفضل الله تعالى بدينهم. هنالك صحوة كبيرة جدا، هنالك حرص من المسلمين بفضل الله، من أغلب المسلمين الآن، على أن لا يأكلوا إلا الحلال،
فهنالك أيضا السياحة الحلال أو السياحة التي تسمى السياحة الخضراء الآن، هنالك فنادق كثيرة جدا تشترط على أنها لا تقدم أي شيء يعارض الشريعة، وهي ولله الحمد نشطة عبر في أرجاء الأرض كلها، وهي نامية أيضا وهنالك لها مستقبل واعد. وهكذا الآن ظهر في الأيام الأخيرة مصطلح اللباس المحتشم أو اللباس الحلال، أي اللباس الذي يوافق التعليمات الشرعية، هو موجود ولله الحمد وله أنصار كثيرون وله سوق واعدة أيضا. هذه العناية بفضل الله هي تدل على الصحوة التي عليها المسلمون الآن، جزا الله تعالى كل من أسهم بيد خير في إذكاء نارها. هذا كله حمل كثيرين من الناس على أن يتاجروا بختم حلال في كل الأغذية، يتاجرون بختم حلال حتى يروجوا، لأن هناك طلبا فعالا لكل ما يكون حلالا. فظهرت شركات كثيرة عندها هذا الختم وفق مواصفات معينة، ختم حلال في كل الأغذية، لا يشترط الأمر في الذبائح فقط، بل الأمر في كل المنتجات، في كل الأغذية التي يأكلها الإنسان، سواء كانت طعاما أم كانت شرابا، لأنك في حال الشراب تشترط أن لا يكون هنالك إسكار، أو نريد أن يكون حلالا. في حال الغذاء أيضا تشترط أن لم يكن لحوما، أن لا تكون فيه دهون الخنزير، أن لا يكون في أي شيء من مشتقات الخنزير أو الكحوليات، أو أن لا يكون فيه شيء مما حرمته الشريعة، أو أن يكون مذكى على الطريقة الشرعية. هذا كله نريده فنشترط عليه أن يكون حلالا. هذه الماركات أو نقول هذه العلامات التجارية، علامة الحلال، منتشرة كثيرا في أوروبا وفي غيرها وفي بلدان المسلمة ولله الحمد، لكن كثيرا منها غير منضبط بالشريعة الإسلامية. يقولون إنها تزيد على 300 إصدار حلال في العالم، ولكن ما يصح منها هو قرابة 100 أو أقل بقليل من 100، أي أن هناك متاجرة، وسبب هذه المتاجرة أن هناك إقبالا كبيرا على تجارة الحلال ولله الحمد. إذن لا بد من أن ندرس ما هو الحلال الحقيقي، لا بد من أن ندرس ما هي ضوابط الغذاء الصحيحة التي تريدها الشريعة. ولذلك ظهرت بعض هذه الإصدارات أو الماركات أو هذا الختم، ختم الحلال، من قبل بعض الدول الإسلامية، واشترطت فيه الشروط الشرعية. سيأتينا بعد قليل إن شاء الله تعالى أن الغذاء الحلال يشترط فيه أن يكون طاهرا، أن تكون تذكيته على حسب الأصول الشرعية، أن لا يكون مضرا. فمن هنا ختم الحلال يلزم حتى يأخذه الإنسان وحتى يحصل عليه أن يراعى هذا التصنيع للغذاء من أوله إلى منتهى. ففي حال الحيوانات مثلا لا يصح أن يصرف ختم حلال على الحيوانات المريضة التي تذبح، إن كان سيصل إلى الإنسان ضررها وسيؤثر على صحته، لأن الشريعة أيضا من ضوابطها في باب الحلال أن لا يكون الشيء مضرا، فالشريعة تتعارض مع الضرر، ومن هنا حرمت بعض الأشياء لأنها مضرة بالإنسان كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. لذلك فختم حلال حينما يكون ملتزما بالضوابط التي سنذكرها في هذا الباب إن شاء الله تعالى، هو الذي يكفل للناس بإذن الله إرضاء ربهم وصحة أجسادهم، لأن هذه الشريعة متكاملة كلها، ليس هنالك شيء تقره الشريعة ولا يمكن في ذات الحال أنها تقر أشياء معينة هي تؤثر على صحة الإنسان. الشريعة طلبت منا أن نصلي وأن نصوم وأن نزكي وأن نحج والجهاد إلى غير ذلك من العبادات، هذه كلها تستلزم بنية جسدية صحيحة. لذلك فكل ما يضر ويؤثر على البنية الجسدية فهو من المحرمات. لذلك سنقول إن من ضوابط الأطعمة المباحة شرعا أن لا يؤدي أكلها أو استهلاكها إلى ضرر يلحق الإنسان في صحته أو في دينه كما سيتبين إن شاء الله تعالى. ومن هنا فختم حلال الذي يحرص عليه كثير من الناس من غير المسلمين، إنما يحرصون عليه لأنه الأوفق الذي يكمل صحة الإنسان ويحفظها له. وهذا أمر ولله الحمد نجد علماءنا يناقشونه من قبل. الشيخ الرئيس قاعد بن خميس رحمه الله تعالى له كتاب كامل
في الحيوانات التي تحل والتي لا تحل، هذا كله يدلنا على أن فقهاءنا يراعون هذا الأمر وفصلوا فيه وبينوا أحكامه كما سنذكرها إن شاء الله تعالى، حفظا لعلاقتك أيها الإنسان مع ربك، وهي أيضا جاءت منطلقة من رعايتهم لصحتك أيها الإنسان، لأن العقل السليم الذي يعبد به ربنا سبحانه لا بد من أن يكون موجودا في جسم سليم، وإلا فكيف ستؤدي لهذه العبادة حقها.